التاسعة صباحاً السابعة بتوقيت غرينتش، موجز إخباري يأتي حضراتكم من القاهرة، أهلا بكم. تقدم الرئيس السيسي بالتهنئة إلى رئيس الوزراء العراقي محمد شيع السوداني وللشعب العراقي على استكمال مراحل الاستحقاق الدستورية، وبما يفتح المجال للانطلاق نحو المستقبل. وخلال كلمته أمام الدورة الثانية من مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة والتي استضافتها الأردن، قال الرئيس السيسي إن المؤتمر يحمل معه دلالة على مواصلة توفير كل سبل الدعم للعراق الشقيق، ورغبة صادقة في الانتقال إلى مرحلة جديدة من الشراكة من خلال تعزيز العمل في إطار التعاون الثنائي أو المتعدد. شارك الرئيس السيسي في قمة خماسية بين مصر والأردن والعراق والكويت وفرنسا، وذلك على هامش مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة بالأردن. صرح بذلك المتحدث باسم رئاسة الجمهورية. كما شارك الرئيس السيسي في قمة ثلاثية بين مصر والأردن والعراق في البحر الميت بالأردن، وذلك إلى جانب كل من عاهل المملكة الأردنية الملك عبد الله الثاني ورئيس الوزراء العراقي محمد شيع السوداني. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن القمة تناولت تطورات وسبل تعزيز مسار التعاون الثلاثي المشترك في مختلف المجالات بين الدول الثلاث في إطار العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمعهم، وكذا تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مستجدات الأوضاع السياسية في المنطقة. أكد مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة بدورته الثانية أهمية آلية التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق، كما شدد البيان الختامي للمؤتمر على دعم جهود العراق لتحقيق التنمية الشاملة والعمل على بناء التكامل الاقتصادي. كما أكد البيان أن المشاركين أكدوا دعمهم للعراق في جهوده لترسيخ دولة الدستور والقانون وتعزيز الحوكمة، وجددوا إدانتهم للتطرف والإرهاب بكل أشكاله. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي إنه في طريقه إلى الولايات المتحدة لإجراء محادثات حول قدرات أوكرانيا الدفاعية. وعلى حسابه على تويتر أضاف زيلنسكي أنه سيلقي كلمة أمام الكونغرس وسيعقد عددا من الاجتماعات الثنائية في واشنطن. هذا ومن المتوقع أن يعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن حزمة مساعدة جديدة لكييف بقيمة ملياري دولار. أكد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أن فرض سقف لأسعار الغاز قد يؤدي لخسارة أوروبا الإمدادات لصالح أسواق أخرى. وأكد نوفاك أن قرار الاتحاد الأوروبي بالموافقة على سقف لسعر الغاز ينطوي على مخاطر لتوريد الوقود الأزرق إلى السوق الأوروبية. قال الملياردير الأمريكي إيلون ماسك إنه سيتنحى عن منصبه كرئيس تنفيذي لمنصة التواصل الاجتماعي تويتر بعد إيجاد بديل. كان ماسك نشر استطلاعا للرأي دعا فيه مستخدمي تويتر للتصويت عما إذا كانوا يرغبون فأن يتنحى عن منصبه كرئيس تنفيذي لمنصة التغريدات القصيرة، حيث صوت نحو 57.5% من المشاركين لصالح استقالته.
نعيد على حضراتكم هذا النبأ العاجل مشاهدينا الكرام، حيث يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الفريق أول محمد ذكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وقد صرح بذلك المتحدث باسم رئاسة الجمهورية. مشاهدينا، ختام الموجز. لمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر على الشاشة. شكرا على طيب المتابعة، والآن عودة لاستكمال باقي فقرات هذا الصباح مع الزملاء في الاستوديو أمل وباسم، تفضل.